مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل عن العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 82، وعنوان حلقتنا هرطقات الوهابية. شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ ابن عثيمين قال نثبت ما أثبته الله لنفسه، زي إن الله تأذى ولكن ليست كأذية المخلوق. طيب لازم الأذية دي هيكون في ألم أو انفعال، راح قال أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا، ونفع عن الله أنه يتضرر أو ينفعل. لكن اتفاجئنا أن ابن القيم كان عارف أن غلاة الحنابلة الوهابية هيرتقوا، وقال والذات الأخرى تحب كل جميل ومن الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم، وتفرح به وترضى به وتبغض كل قبيح يسمى، وتكره وتنقده وتنقد أهله، وتصبر على الأذى ولا تجزع منهم ولا تتضرر به. وابن القيم أكد أن ذات الله لا تجزع، يعني تتحمل وتصبر على الألم. الشيخ الوهابي ابن عثيمين قال نثبت أن الله يتأذى ولكن لا يتضرر. خلينا نشوف التناقض والتخبط اللي وقع فيه الشيخ ابن عثيمين، ونشوف كلامه مرة ثانية في الفيديو اللي جاي. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقي هذا. إزاي الله لا ينفعل ويتحمل؟ إذا كان الله لا ينفعل مع الأذى، يعني لو الأذى لا يقع حقيقة على الله وما يكونش ليه تأثير، ازاي تقول يا ابن عثيمين ان الله يتحمل اصلا؟ انت تنكر ان في اذى او اذى ليه تاثير حقيقي، مفيش داعي انك تثبت ان لله صفات التحمل. ونرجع مره تانيه لكلام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسله في الرد على الجهميه والمعطله، يقول ايه والذات الاخرى تحب كل جميل من الاقوال والافعال والاخلاق والشيم، وتفرح به وترضى به وتبغض كل قبيح يسمى، وتكره وتنقد وتنقد أهله، وتصبر على الأذى والتجزع منه. وفي الحقيقة أنا اللي أفهمه من كلام ابن القيم إن الله بيتأثر بالأذى، وأعتقد إن أي واحد يفهم اللغة العربية بيوافقني على كلامي، لأنه طالما إن الله بيصبر على الأذى إذا الأذى يقع على الله حقيقة، وطالما إن الله لا يجزع من الأذى يعني يتحمل الأذى أو أثر الأذى، إذا أثر الأذى حقيقي أو يقع حقيقة على الله. الله يتألم أو ينفعل أو ليه رد فعل في كل الحالات الوهابية بيثبتوا أثر حقيقي للأذى على ذات الله، حتى لو أنكروا وقوع الأذى حقيقة على الله. فأي إنسان يتابع شيوخ الوهابية ويعرف تلعبهم بالكلام واختراعاتهم ومصطلحات مش موجودة أصلا، بيعرف إنهم بيكذبوا، ومن سقطات ألسنتهم بنعرف الحقيقة اللي هي عكس الكلام اللي بيحاولوا يقولوه، وإن الأذى يقع حقيقة على الله. وعايزة أروح معاكم لنفس كلام ابن القيم، والحقيقة أنا توقفت عند الكلمة قالها ابن القيم، شوفوا معايا كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، أنا هقراها مرة كمان. والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم، وتفرح به وترضى به وتبغض كل قبيح مسمى، وتكره وتمقت وتمقت أهله، وتصبر على الأذى وتجزع منه ولا تتضرر به. كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس، فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عند الموات أو عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضا. وأنا أكرر شرح الجزء الأول من كلامه بشكل سريع عشان اللي يشوفني يفهم الجزء اللي أنا هستشهد بيه. في بداية كلامه بيقول إن الله ذات حقيقية تحب وتكره وتفرح وترضى وتبغض كل قبيح وتحب كل جميل، وتصبر على الأذى ولا تجزع منه، يعني لو في أذية وقعت على الله فالله عنده قوة تحمل وصبر على الأذية، وده معناه إن الله يتأثر بالأذى لكن بيصبر، يعني زي ما تقولوا كده إله الوهابية حمل أذية. طيب ليه بتقول كده يا ابن القيم؟ بيقول والذات الأخرى، شوفوا معايا ناخد الجزء المهم، ولا تجزع منه ولا تتضرر به، كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس، فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات. المفاجأة إن ابن القيم بيقول
لأن إلهنا حساس. ابن القيم بيقول كده، بيقول إن إلهنا إله الوهابية بيصبر على الأذى ولا يجزع لأنه مش فاقد للحس، من الآخر يعني حساس، لأن اللي مش بيصبر على الأذى أو من الأصل مش بيتأثر بالأذى ده هيكون إله فقد الحس ميت. لكن إحنا إلهنا بيتأثر بالأذى وبيصبر، إله كده بنفتخر بيه لأنه حمال للأسية، وده دليل على إن إلهنا حساس وعنده حس ومش فاقد للحس. فاكرين حلقة قبل كده نقلنا فيها كلام الإمام الأكبر شيخ الأصل الدكتور أحمد الطيب، وإزاي إنه كان بيقول من خلال الحس نحكم على كلام الله مخلوق؟ خلينا نفتكر مع بعض الفيديو ونشوف الفيديو اللي جاي. قال بالعكس، المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان دي اللي هي بسميها الكلام القديم، وده الكلام النفسي بيسميه. أما الألفاظ والحروف التي جاءت لتعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رارب، لأن الحس يحكم بأنها مخلوقة. بمعنى إيه؟ وطبعا في الحلقة دي قلنا أن شيخ الأزهر الحساس اللي عنده أحاسيس من خلالها بيحكم على إن كلام الله مخلوق. أتاري كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب صحيح، أنا حقيقة يعني أعتذر لك يا شيخ الأزهر إني شكيت في أحاسيسه ومقتنعتش بإن إله الإسلام ممكن نحكم عليه بالأحاسيس والإحساس، والسبب لإني اكتشفت إن إله الإسلام نفسه حساس وعنده أحاسيس، وده مش كلامي، ده كلام ابن القيم اللي معناه إنه بيرد على الوهابي ابن عثيمين. يعني ابن عثيمين بيقول إن إله الإسلام مش بيتأثر بالأذى، وابن القيم بيرد عليه ويقول انت بتقول ايه، الهنا بيتأثر وبيصبر على الأذى وبيتحمل ومش بيجزع، ده إله حساس عنده أحاسيس. وشوفوا معايا الكلام مرة تانية في كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، شوفوا معايا: والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيء ما تفرح به وترضى به، وتبغض كل قبيح يسمى وتكرهه وتمقته وتبغض أهله وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به. كانت هذه الذات أقبل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقد للحس، فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضا. ده ابن القيم مش بيقول إن الله حساس بس، لا، ده بيقول إن الإحساس في حق الله صفات كمال، يعني من صفات الله الحس، الله الحساس، إله الأحاسيس، الحس الإلهي، إله أحاسيسه مرهفة. وطالما الله عنده أحاسيسه، ابن القيم بيعتبر إن الإحساس صفة كمال لله، فلازم الصفة دي اللي هي صفة الإحساس تكون صفة كاملة. يعني ما تقدرش تقول أحاسيس الله متبلدة أو راكدة، لأنك بالطريقة دي بتنسب النقص للصفة من صفات الله. فلازم تقول أحاسيس الله المرهفة أو أحاسيس الله الجياشة. وسؤالي لكل وهابي إنه يحاول إنه ينقذ نفسه من هرطقات الوهابية. لو كان الله حساس هو قاعد عليه الأذية، فهل يتأثر أم لا؟ وطالما إن الله حساس وتأثر بالأذية اللي تقع عليه، فهل يتألم بسبب هذه الأذية أم لا؟ طبعا الكلام ده مش موجود عند السادة الأشاعرة، لأنهم قالوا كفاية علينا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يبقى حساس، مش عاوزين الإله كمان يكون حساس، كفاية علينا حساس واحد. ونشوف الشيخ الشعراوي وهو بيأكد إن الأشاعرة أصلا مش بيعترفوا إن الأذية تقع على الله، وهنعرف السبب برضه نشوفه مع الفيديو. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقلنا إن الإيذاء في عرفنا إيلام المؤذي للمؤذى، وهذا أمر لا يتناسب مع الحق سبحانه، فما معناها بالنسبة له؟ معناها أن يغضبه بأن يخرج عن منهجه الذي وضعه له. وطبعا الشيخ الشعراوي بيعبر عن مذهب الأزهر الشريف ومذهب الشيخ الأزهر والسادة الأشاعرة الفضلاء يعني في كل مكان، وبيقول من الآخر إن كلمة أذية معناها إيلام المؤذي للمؤذى. طيب المشكلة يا شيخ الشعراوي إنك بتفسر إيه؟ بتثبت إن في أذية تقع على الله،
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والأذية دي لها أثر حقيقي، وإلا ليه الله بيتوعد اللي يذيب اللعنة ويخلد في النار؟ المشكلة إن كلمة أذية في اللغة العربية معناها إيه؟ معناها إيلام الشخص الذي تقع عليه الأذية. وطبعا زي ما شفتوا الشيخ الشعراوي قال إن المعنى ده لا يتناسب مع الحق سبحانه، لا يصح إن الله تقع عليه الأذية. حتى لو كان المعنى اللغوي للأذية أو الإيذاء في عرفنا إيلام المؤذي للمؤذى، فالشيخ الشعراوي قال في الحالة دي الأذية معناها المؤذي يسبب الغضب لله ويخرج عن منهجه الذي وضعه له، يعني اللي يؤذي الله هو اللي مش بينفذ أوامر الله وتعاليمه، فبكده يبقى تسبب في أذية الله، فيكون أثر هذه الأذية أن الله يغضب عليه مش إن الله يتألم بسبب الأذية دي. ودلوقتي أنا هعمل لكم لخص الحلقة النهاردة. إحنا في حلقة النهاردة شفنا إن ابن القيم بيقول إن إلهنا يعني إحنا كوهابية ويصبر على الأذى ولا يجزع، يعني يتحمل لأنه مش فقد الحس من الآخر يعني حساس، لأن اللي مش بيصبر على الأذى مش بيصبر على الأذى أو من الأصل مش بيتأثر بالأذية ده هيكون إله فاقد الحس ميت. وده ضد كلام الشيخ ابن عثيمين اللي بيقول إن إله الإسلام مش بيتأثر بالأذى. وبعدها لقينا الشيخ الشعراوي هو أشعري وشيخ أزهري بيقول لنا إن كلمة أذية معناها إيلام المؤذي للمؤذى. طيب المشكلة يا شيخ شعراوي إنك بتثبت إن في أذية بتقع على الله، قال لأ المعنى هنا لا يتناسب مع الحق سبحانه، لا يقع أو لا يصح إن الله تقع عليه الأذية، واخترع إن معناها بالنسبة له معناها إنه يغضبه بأن يخرج عن منهجه الذي وضعه له. طب هي الحلقة الجاية ونوصل معركة هل الله تأثر بالأذية أم لا، وأعتقد يكون في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول.